يا واتساب جاي، جيت لكم بواحد نيو فاكين فيريو، ولكن هذا الفيديو الخوج مختلف فهمتي. راك تشوف المينياتور وتشوف العنوان وراك عارفين شنو واقع. السو دابا غادي نعرفوا شنو الاسباب اللي خلى ولاد الساط هذا يدير لك الشيء للدري الصغير. اسباب حيت راه ما غاديش تجي ديريكت تحكم على الجريمه وتحكم فهمتي، راه غتحكم ولكن راه خصك الاسباب تعرف باش تبدل شي حاجه في المجتمع، باش تبدل داكشي اللي يخلي الناس يديروا فحال هكاك فهمتوا. سو جايز، الا كنتو اول مره غادي تشوفني غتهبط دابا، غدير واحد جيم، غدير واحد سبسكرايب. ولا كنتي متفق معايا في هذه الهضره، وانا مليار في المية غادي تكون متفق معايا في هذه الهضره. الا كنتي متفق معايا غتهبط غتقول لي في الكومونتيرات، ما كنتيش متفق معايا غتهبط غتقول لي في الكومونتيرات. اوكي سو دير شي سبسكرايب او الانستغرام ديالي في الديسكريبشن. سو الخوت هاد كلكم كتعرفوا البلا اللي وقع لذاك الدري مسكين، كلكم كتعرفوا شنو وقع ليه. سو دابا غادي نجيو غادي نناقشوا الخوت هاد البلا وغادي نشوفوا كاع داكشي اللي وقع ليه وشنو الاسباب اللي داك خونا خلى اغتصب داك الدري بديك الطريقه وقتلو في الاخر. خصنا نعرفوا الاسباب اللي خلاو الدري يدير بحال هكا. ما نعرف، قدر بزاف ديال الناس متفقوش معايا وبزاف ديال الناس اتفقوا معايا فهمتي، وانا 1000% غادي تتفقوا معايا كاملين. دابا هاد الساط هذا الخوت اللي جا ودير هاد الدري بحال هكا، الساط عنده شي 24 عام وبخدمته وزوين فهمتي، ماشي شي واحد اللي خايب وما داير حتى شي حاجه في حياته فهمتي، خدام وكدا وعنده بزاف ديال الحوايج، واي دري يتمناه واي مرا يقدر يتزوج بها بالزربه فهمتي، ماشي شي واحد اللي خايب. سو غادي تشوف علاش دار بحال هكا. هو سولوه فهمتي، سولوه الخوت وقالوا ليه علاش درتي هكا، قال لهم تختصرت باش كنت صغير. سو اللي الناس بزاف ما عارفينش راه هذا هو البلان اللي كيخليو بنادم يبقى يدير بحال هكا. كيجيو كيحكموا عليهم بمؤبد، ماشي مؤبد، كون كان كيحكموا عليهم بمؤبد كيحكموا عليهم بالاعدام. ما خصهمش الاعدام هاد الناس الخوت، والله ما خصهم الاعدام برا. هاد الناس هادو راه خصهم مؤبد، ماشي ما خصهمش، خصهم يعطيهم مؤبد ما يعطيهمش الاعدام. عطاهم مؤبد وغادي نجيبو ليهم دكاتيرة علماء فهمتي، اطباء نفسانيين الخوت فهمتي، وغادي خصهم يريحو معاه ويدرسو العقلية ديال هاد الساط هذا كيفاش دايرة فهمتي. سو راه بزاف ديال الناس ما غيتفاهموش معايا، بزاف ديال الناس ما غاديش تعجبهم هاد الفكرة، ولكن راه هذا هو البلا راه حيتعرف شي علاش، حيت غادي تجي غادي نتا غادي دير هاد الساط هذا، غادي دير هاد البلا، غادي تجي نتا غادي تعدمو غتقتلو. داك السر فهمتي، داك السر اللي عنده لداخل اللي خلاه يرتكب ديك الجريمه راه غادي يموت معاه، غادي يجي واحد اخر حتى هو مريض بحالو، حتى هو وقع له نفس البلان بحالو فهمتي، غادي حتى هو غير يرتكب نفس الجريمه، راه ما غاديش تخلعو. غادي تخلعو واحد النسبه، غادي تنكراو ما غاديش يزعمو ما غادي والو، ولكن كاين واحد النسبه واحده اخرى حتى هي مريضه بحالو وغادي دير نفس البلان، غادي دير كذا، غادي تشوفو نتوما بالذربه عقتو بيه وغادي يشوفو الاخطاء اللي دار داك الساط فهمتو، غايشوفو الاخطاء وغادي يحاولوا ما يديروش بحال دوك الاخطاء فهمتي، وغادي يديروا بشي طريقه اخرى. وكاع الاخطاء اللي هو شافتو الكاميرا، حيت هو كون ما شافتوش الكاميرا راه يقدر ما يتعرفوش اصاحبي، ما غاتعرفوش، وغادي يمشي ويعاود نفس البلان في بلاصه اخرى ويعاود يشد الدري اخر عاوتاني في بلاصه اخرى، وغادي تبقى غادا اللايف ستايل بحال هكا. سو الكاميرا هي اللي دارت له هذا البلان، والناس وحده اخرين راه غادي يديروا احتياطات. سو لا شنو خصني وقع، خصكم ماشي تشدوا بنادم تعدموه صافي وسالات الحفلات داش مادام صافي سالينا حنا، لا صافي ماشي هكا، راه خصك تشدو غتريح معاه، غادي تجيب له اطباء نفسانيين فهمتي، غادي يريحو معاه وغادي يهضروا معاه وغادي يشوفوا السيد مالو علاش دار بحالو هكاك، غادي فهمتي داكشي بالعقل، ماشي تراق غادي تشدو اجل انا قتلتيه، غتشدو غادي تعطيو العصا وغادي وغادي تعدموه، راه ما غادي ديروا حتى شي حاجه وما غادي تبدلوا حتى شي حاجه في فهاد المغرب، ما غاتبدل حتى شي حاجه، راه كتشدو بنادم كتعدمو، بنادم ما غادي يفهم والو، ما غيعرفوش اصلا علاش درتو بحال هكا. ولكن راه اطباء نفسانيين هي الاولى اللي هما غادي يشوفوا البلان. ثورة ما بلان ما والو، وراه كنترحمو مع هاد السيد الدري هذا، راه الله يتبقى فينا الحال، انا بعدا بقى فيا الحال بزاف اصاحبي ديك الطريقه، ماشي اصاحبي سير عند سير عند امك، شي امك هنيه ولا امك فاطمه دبر لك على شي دريه
سير عطيه 400 يمكن مشى انت غادي تقضي الغرض. ما تشد الدري الصغير عنده 9 سنين وكدا سير دير شي حاجه في حياتك بلا ما تشد الدري الصغير واش قتلو بديك البشاعه صاحبي. تشد برباه عائلته الاسره ديالو فهمتي راه غادي يشوفوا ولدهم في ديك الحاله وغايشوفوا ولدهم وقع له هذا البلان راه ما تعرفش صاحبي كي غادي يولي ماش كي غادي تولي النفسيه ديالهم راه غيمرضوها صاحبي. وا انا بزاف ديال الناس ما غاديش يتفاهموا معايا يقول لك لا حيت انا شفت في السوشيال ميديا فيسبوك انستغرام كلشي يقول لك عطيه الاعدام عطيه الاعدام عطيه الاعدام ورا عطاش الاعدام انا ما غادي دير حتى شي حاجه راه ما غادي حتى حاجه ما غادي تبدلو حتى شي حاجه غير واحد اخر عاوتاني غادي يدير احتياطات واحد اخرى اللي ما داروهمش داك السيد وغادي يدير الجريمه ما غاديش تشدوه هو ما حتى شي حاجه ما غادي تفيدونا حتى شي لعبه. سو جايز هذا هو البلان وكنتمنى كنتمنى ما يبقاوش يشدو ديالك شي واحد يرتكب شي جريمه بحال هادي حيت اصلا غير القتل القتل بوحدو ابار الاغتصاب راه في واحد 30 عام ديال الحبس 40 عام ديال الحبس هو راه قتل واغتصاب راه اعدام وجيب اطباء نفسانيين. اذا كنتم متفقين معايا عطوا الكومونتيرات اذا كنتم متفقين معايا واده كنتش متفقين معايا راه قولوا لي في الكومونتيرات انا بغيت نعرفكم واش متفقين معايا ولا متفقينش معايا متفقينش قولوا لي في الكومونتيرات متفقين قولوا لي في الكومونتيرات وديروا جيما ديروا جيما خوت باش لاشين طلع وكذا صوره ما بلانش والله يتفهمش هذا الشيء دارني في خاطري والله ما كنتش باغي ندير الفيديو انا فهمتي ما كنتش باغي ندير الفيديو ولكن راه فهمتي الفيوز اخوت فهمتي الفيوز ولكن راه خوت والله ما بلان بالله والله يرحمو الله يصبر والديه فهمتي الله يصبر والديه ان شاء الله اخوت نشوفكم في الفيديو الجاي بيس.